السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من برنامجكم ملاعب بلد. نعتذر عن هذا التأخير، وطبعا نعتذر أيضا عن عدم وجود الدكتور صلاح الدحريج مدير عام الإدارة التعليمية الأزهرية عن حضوره، وذلك لمرضه الشديد. طبعا في بداية برنامجي بحب أرحب بضيفي الدائم الأستاذ محمد مجدي الصحفي الرياضي بجريدة نادي الزمالك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. سريعا أخبار ونتائج القسم الأول الممتاز ألف. الأهلي يفوز على نادي الجونة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وإنبي يحقق الفوز الأول له بعد فوزه على نادي الزمالك بهدف نظيف، بهدفين مقابل هدف. طنطا وطلاع الجيش ما زلنا في الأسبوع السادس، تعادل سلبي ما بين الفريقين بدون أهداف. المقاولون يفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف، ويختتم الأسبوع السادس إن شاء الله غدا بإذن الله طنطا يواجه سموحة في تمام الساعة 2:30. بيراميدز يواجه أسوان في تمام الساعة 5 بالدفاع الجوي. طبعا ما ننساش نبارك حصول منتخبنا الأولمبي ببطولة أفريقيا للشباب وتأهله لبطولة أو دورة أولمبياد طوكيو 2020، وما ننساش أيضا صعود ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية وتخطيهما دور 16. طبعا بعد فوز الإسماعيلي على الجزيرة الإماراتية بهدفين مقابل لا شيء في مباراة الذهاب، وهدفين مقابل لا شيء أيضا في مباراة العودة بالإمارات. والاتحاد السكندري المحرق البحريني يفوز أيضا بالأسكندرية بهدفين نظيفين، ويفوز في البحرين بهدف نظيف، ويصعد لبطولة لدور الثمانية لبطولة أبطال العرب. أستاذ محمد، أخبار نادينا الحبيب نادي الزمالك الرياضي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة طبعا كان في انعقاد مؤتمر صحفي ظهر اليوم بمقر النادي لمجلس إدارة نادي الزمالك. سبب هذا المؤتمر ما هي سببه؟ أحداث ومجريات المباراة، ولا في أحداث وتطورات جديدة؟ ومباراة السوبر الأفريقي. والسوبر الأفريقي ومباراة اللي تم تحديدها في قطر. تمام. 14 نوفمبر. تمام. طبعا احنا سمعنا على السوشيال ميديا الزمالك مش هيروح، وصرح رئيس النادي بالكلام ده، او قال في هو النهارده سابها لاجهزه الدوله هي اللي هتقول الكلمه. تمام، يعني اللي هتحددها اجهزه الدوله. بالظبط كده. طب نتابع ملف الزمالك سريعا. هو تحدث برضك عن هذا السبب الرئيسي، وقال ان هو يترك الامر لاجهزه الدوله هي اللي تحدد الكلمه الاخيره. تمام. اذا كان الزمالك سيسافر لقطر ام طب في مباراه او في مباراه اتلعبت في قطر من جانب فرق بعثات مصريه؟ في، ما هو وبقى تطرق الامر، انت عارف. تمام ماشي، هو تطرق الامر. طيب ماشي. النقطه الثانيه، هناك بقى تحدث برضك عن تمرد بعض اللاعبين بسبب تاخر مستحقاتهم الماليه. امثال طارق حامد وعبد الله جمعه. طارق حامد وعبد الله. وبالمناسبه بعت الزمالك النهارده خطاب رسمي لطارق حامد بيهددوا بيه بالشطب في حال عدم سفره مع الزمالك لملاقات مازيمبي يوم السبت القادم. هو الزمالك هيسافر فجر الاربعاء ان شاء الله. تمام. وكان يعني السبب الرئيسي اللي طبعا تمرد اللاعبين هو تاخر المستحقات. صرح رئيس النادي بكده. تمام تمام. هو كان المشرف العام على الكوره كان صرح بانهم مصابين او في اجهاد من بعد المشاركه مع المنتخب الاول، بس هو اللي ثم مباراة الدوري. بالظبط كده. تمام. طبعا الزمالك كتير خلاص فجر الاربعاء. تمام. لملاقات مازيمبي في اولى مباريات دوري المجموعات. تمام تمام. عندنا بقى ايه الجديد بقى في اخبار وكواليس نادي الزمالك. طيب طبعا الهزيمة الاولى كانت امس امام انبي وهو متزايل الجدول. تمام. ده اول فوز يعتبر لنادي انبي على الزمالك. هو خلينا واضحين، يا انبي مش نادي صغير يعني، ده نادي كبير طبعا، نادي كبير ونادي ماديا يعني كويس. تمام. تمام. هو بس اللي حصل انا لحد دلوقتي يعني عايزين هي الامور اداريه ام فنيه؟
لو اللي هي اسباب الهزيمه بالظبط كده اذا كانت فنيه او اداريه. بالظبط، احنا لو بنتكلم على الشق الاداري انا شايف ان مفيش تاخيرات غير هي كانت المستحقات الاخيره، تمام، ودي بسبب ان الشركه الراعيه تاخرت على الزمالك في دفع المستحقات. ده يعني نقول السبب الرئيسي بالظبط. لتداعيات هذه الاحداث. جه بقى ايه موضوع المباراه. طيب انا شايف ان الزمالك منذ تولي مستر ميتشل الإدارة الفنية مفيش تشكيل ثابت غير أول 3 لقاءات، بس في عدم رضا فاكرينهم؟ في عدم رضا من جمهور الزمالك بالظبط للمدير الفني. من بعد مباراة الأهلي في ايوه السوبر المحلي، تمام تمام؟ الزمالك مفيش، ما عندوش استقرار، ما عنده يعني عنده استقرار إداري بس ما عندوش استقرار فني. منين؟ مفيش ثبات تشكيل، مفيش يعني ما بيقدرش، ربط اللاعبين ما برضه فيش مش خالص، موجود في ما الملعب، فيش، ما بقتش فيه انتشار للاعبين روح غير الجماعه موجود. انعدمت، تمام تمام؟ ودي لها اسباب كتير طبعا، ولكن انا دلوقتي خلي بالك وايه ده خبر اساسي، المباراه القادمه وهي مازيمبي السبت القادم، الفرصه الاخيره للمترو، أكيد طبعا لازم تمام؟ تكون الفرصة ده على الأخيرة مسؤوليه طبعا، الكلام ده البقاء أو المغادرة. بالظبط كده، لان هو خلاص نادي الزمالك يعني الجماهير خلاص فات بقى الكيل دلوقتي، مفيش اي فرصه هياخدها اللعيبه تاني او الجهاز الفني بفقد اي نقاط سواء في دوري مجموعات افريقيا او في تمام، الدوري ودي العام. الأهم عن بطولة الدوري المحلي طبعا، بالظبط، بطولة أبطال أفريقيا هي الأهم. حلم، حلم بقاله اكتر من 16 سنه تمام ما بنشوفش. تمام، عندنا بس ايه بعض التفاصيل كده داخل الفريق اللي هي لازم يعني ايه يتم أذكرها تعديلها. سريعا كده هذه التفاصيل. حاجه منهم زي التمردات اللي بتحصل دلوقتي بسبب المستحقات. تمام، انا بس غير عايز التمرد عشان اتكلمنا عليه، غير التمرد في مسجلات جديدة. والله بص، هي في دلوقتي حاجات استغناء كتير هتحصل الفتره اللي جايه عن الفريق يعني في استغناءات ورحيل بعض كتير، لاعبي نادي اكثر الزمالك. من حوالي 8 لعيبه، يعني مستر ميتشو مش مقتنع بيهم، ولا مستر ميتشو ولا الجهاز المعاون. تمام، في تعديلات طب وفي، ما هو السبب الرئيسي مين المتعاقد مع هؤلاء اللاعبين؟ ما هو بقى دي اللي احنا بنتكلم فيها، احنا بنتكلم على روشيتا المفروض تتم يعني بداية الدوري وهؤلاء اللاعبين الثمانية دول هتحطوا في قوائم ازاي؟ اذا بالظبط كان في كده، ضم في قائمة محلية او وخصوصا كمان افريقية ان فيهم لعيبه جديده لسه كمان. اصلا ما لمستش الكوره، فاهم قصدي؟ هي قصه كلها هي بتبقى عايزه احلال وتجديد، فاهمني؟ صدقني هي عايزه ايه، خطه ومنهجه تمشي عليها تمام، في 1 2 3 عشان تبدا تظبط الفريق. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا محتاجين نشكل لجنه فنيه باجر تدير الكوره داخل نادي الزمالك، تمام، تمام؟ لا يتدخل احد في الاداره سوى لمعرفه بعض لو في مشكله كبيره تحدث ما بين الجهاز الفني او اللاعبين او في مدير اللجنه كرة الفنيه، قائم بيوصل مثلا، في بيكون مشرف عام على الكره بيكون هو طبعا امير مرتضى منصور، تمام؟ تمام، هو همزة الوصل ما بين الإدارة بالظبط، والجهاز الفني وبيتابعه من واللاعبين. الاداره كابتن اسماعيل يوسف، تمام، تمام؟ فالقصه كلها دلوقتي انت محتاج تعمل ربط جديد، عايز دلوقتي خطه جديده عشان ابدا اكون عليها، مش موسم بس، انا عايز ابدا مواسم قادمه. نادي الزمالك ماشي على خطه، عارف هو بيعمل ايه، عارف ان بعد كام مش شهر على مين خطط جاي. ثابتة، عايز بالظبط، يبقى ليه لجنه طبعا. فنيه، لجنه فنيه يعني انا شايفها لازم تكون اللي فيها ناس عارفه يعني ايه نادي الزمالك، فاهمني؟ ناس كانت لعبت تاريخ نادي الزمالك، عارفه هي بتعمل ايه، بتختار مين اللعيبه اللي تقدر تلعب لنادي الزمالك. تمام، مش اي لاعب يلعب في الدوري المصري يشارك زمالك او اهلي، تمام، تمام؟ في الزمالك والاهلي يعني عايز محتاجين لعب بطوله، تمام. عارف لعب البطوله؟ بس بنرجع برضه وبنقول سوء الاختيارات ما انا بتكلم لتلك في كده، اللاعبين. ما انا عشان كده بقى عايز اعمل ايه، اجل الراي العام الزملكاوي مثلا، انا عايز زي ما قلت لحضرتك باجري كده اشكل لجنه تمام ثلاثيه تدير الكره داخل النادي، تمام تمام؟ واجي احاسب انا اللجنه دي مثلا كل ايه، كل موسم او كل لو حصل لا قدر الله تعثر في بطوله، تمام؟ اجي احددها، هم مسؤولين عن اللاعبين وعن المدير الفني. طبعا خلال المؤتمر النهارده مستشار مرتضى لام طبعا اللجنه اللي اختارت مستر ميتشو، تمام؟ إيه انتوا يعني تحدث بهذا نفس النص كده، انتوا فين دلوقتي ما بتتكلموش ليه؟ تمام، لان هو ما كانش اختياره، تمام؟ دلوقتي برضو زي ما قلت لحضرتك الزمالك محتاج تدعيمات، ايوه الزمالك اللي يقول لك دلوقتي ان هو مش محتاج تدعيمات، لا سوري، الزمالك محتاج تدعيمات كتير جدا في خط الدفاع، مفيش. بس اللي قبل كده
فاهمني، الجانب النفسي. الجانب النفسي ده اهم شيء. ما انا مستغرب الجانب برضك، يعني انا النفسي طبعا. بتفرج امبارح، يعني اتفرجت على اعاده المباراه، اتفرجش عليها مباشر امبارح، تمام. اتفرجت على اعاده المباراه تاني يوم، ببص كده انا شايف لعيبه الزمالك صدقني هي نفسيا مش مهارين، لو على المهاره فاهمني فهم يعتبر امهر لعيبه في مصر، تمام. ولكن الجانب حاسس ان في حاجه شغلهم اداريا او نفسيا مش عارف فاهمني، بس بنسال عن المستحقات بياخدوها في ميعادهم تمام، تمام. بنسال عن المعامله داخل النادي بيقول لك احسن معامله، طب ايه اللي مأثر عليك نفسيا ان انت تأدي داخل الملعب؟ تمام. بص انت بتلعب ما بتلعبش من صغير تمام؟ في بعض اللعيبه شايفه ان هي بقت سوبر ستار، تعال على الكوره شويه، لدرجه ان هي بتنسى مراكزها الاساسيه داخل مفيش المستطيل. تركيز، مفيش تركيز. بالظبط. في لعيبه كل الشغل ليها ان هي تحرز اهداف بعيد عن عن الثلاث الجماعية، اللعب نقاط الجماعي. ومصلحه الفريق تمام. الاولى تمام. وزي ما قلت لحضرتك برضك في لعيبه لا تصلح اللعب لنادي الزمالك، وكان قدومها بالخطا، ولكن مش هن ايه مش هي سوء هنتكلم، اختيارات فنية ووارده طبعا في اي لازم نادي يتم يكون، تصليحها في لازم اسرع طبعا. وقت. انا مش عايز كل سنه لازم يحدث ازمه في نادي الزمالك فنيه بسبب شك اداري او اكيد كذا، طبعا. احنا عايزين الدنيا تمشي مستقره، ويعني دلوقتي الزمالك بجد ماشي بصوره كويسه اداريا تمام عن الاعوام السابقه طبعا قبل 2014 تمام الدنيا ما كانتش كده خالص، في مستحقات ربما تتاخر شهر شهرين، بس انت كلاعب لازم تعرف ان هناك جمهور خلفك تمام فاهمني، انت دلوقتي لما انت بتيجي تلعب مباراة وما بتبصش للجمهور ده اعتقد ان انت منعدم الوفاء أكيد طبعا، فاهمني، لان الجمهور هو دلوقتي اللي هو الأساس. بيحرق اعصابه، تمام. هو اللي بيتعب فعلا، ما فيش لعيب دلوقتي معلش مع احترامي ليك، اللعيب دلوقتي اهم حاجة المادة المستحقات المالية في موجودة، جميع دي اول الأندية حاجة طبعا. بيسأل هم عليها. كان الأول في انتماء لهؤلاء اللاعبين للتيشيرت أو للنادي، ولكن حاليا دي انتهت دلوقتي 2002 او الانتماء 2003 2004 انتهت بالظبط. القصة دي، ولكن الانتماء انا ما الكامل عنديش مانع ان للمادة حضرتك تبقى عايز هي مطلوبة برضو، ولكن ماشي، يعني بس بعض الانتماء يا فندم للنادي. اتعب اتعب لي داخل المستشفى الاخضر وسيب النتائج دي على ربنا، بس اتعب فهمني، العب حتى باين للجمهور والراي العام بتاعك ان انت تعبت، بس انت خسرت بسوء توفيق، تمام. انما انت الزمالك امبارح خسران بمزاجه، مفيش كوره ما فيش كورة، لا الأداء خالص، باهت فعلا، وأداء اداء يعني سيء جدا. نادي الزمالك ومعلش احنا نخافوا على يا فندم الزمالك في مباراة مازيمبي بيوم القيمة السبت القادم. التسويقية لنادي الزمالك 10 أضعاف إنبي فاهمني؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا. ولكن برضو مفيش بنكرر كورة، بنخاء، يعني لا احنا ده في خايفين على عشوائية، مستوى الزمالك الزمالك. كان عشوائي إمبارح، مفيش مستوى كورة الزمالك خالص. طبعا لا يليق، والخوف في مباراة مازيمبي السبت القادم، وإن شاء الله يعديها أنا بإذن الله كجمهور بنتيجة بحاسب مين في إيجابية إن الآخر؟ شاء باجي الله. أحاسب الإدارة ما بحاسبش اللعيبة، أكيد طبعا، فاهم قصدي؟ أكيد طبعا. فهي أساسا اللعيبة بتسيء للإدارة وبتسيء للجمهور، تمام. فاهم قصدي؟ فانا دلوقتي لازم يكون في زي ما قلت لحضرتك في تعديلات لازم تحصل في الميركاتو الشتوي اللي جاي، خصوصا ان احنا وقعنا في ازمه ان احنا ما عندناش غير مقعد واحد او مقعدين محليين ومقعد افريقي تمام تمام، ودول شبه محجوزين زي ما قلت لك قبل كده تمام تمام، بس هيتم زي ما قلت لك في تعاقد دلوقتي، الزمالك بيتم التفاوض مع عمر جابر، احمد ايمن منصور، نبيل عماد دونجا، ده بشكل نهائي ولا لسه تحت الدراسة؟ خط مفاوضات، هم فتحوا خط مفاوضات معاهم أكيد تمام. يعني. بس فعلا الزمالك محتاج تدعيمات في الخط أكيد الخلف، طبعا، أكيد طبعا، عشان انما شكل الزمالك كان سيء قدام للغاية. الخط الامامي حدث ولا حرك، عندك في كل الجناح الشمال اتنين، الجناح اليمين اتنين، منطقة 10 اتنين تمام، انما برضك عندنا ازمة في رأس الحربة، لا يوجد مهاجم دلوقتي في نادي الزمالك سوى مصطفى محمد، مصطفى محمد طبعا مع لاعب دولي احترامي ولاعب جيد. للكابتن عمر السعيد والكابتن خالد بوطيب الذي ايه يعني لا مقدم شيء لنادي برضه الزمالك خالد حتى الان، بوطيب مش يعني ده لا كثره اصابات، ما فيش بعيد عن التشكيله الاساسيه، ده فانا منذ فترة واخد لي ايه واخد لي مقعد، يعني واخد لي مقعد داخل الفريق في القائمة اجنبي الإفريقية. اجنبي، فاهم قصدي؟ لا طبعا بيسمح للقسم الأول بثلاث لاعبين ولا أربعة؟ استبدال، لا اللي بالنسبة للاعبين الأجانب. لا دلوقتي بقوا ثلاثة أربعة أربعة خمسة كمان، خمسة بس، يعني من ضمنها اللاعب السوري ولا الفلسطيني ولا بيعامل معاملة المصري؟ واحد تقريبا صح؟ بيتعمل بيعامل معاملة معاملة المصري. بالظبط تمام. يعني، فأنت دلوقتي هو خلاص أنا شبه مؤكد يعني إن خالد بوطيب سيستبدل بكاسونجو 1 يناير القادم إن شاء الله، إن شاء هو الله. بيحصلوا على عروض دلوقتي
تمام. كذلك انا شايف ان دلوقتي كتشكيل بقى نادي الزمالك، مستر ميتش اول ما جه كان مثبت التشكيل بناء على ايه؟ عن الجهاز المعاون اللي معاه. هو الراجل مش تمام. يعرف حاجه، اتفرج على الشرايط القديمه لنادي الزمالك، تعالى انا دلوقتي عايز اثبت التشكيل. كان عنده مباراه كاس مصر، 3 مباريات ياخذ بطوله، وفعلا 3 مباريات لعبهم وخد البطوله. ليه بقى حضرتك؟ لانه هو ثبت التشكيل من اول مباراه، اللي لعب اول مباراه هو اللي لعب ثاني مباراه هو اللي لعب 3 مباراة. جيت طب والبدلاء؟ والبدلاء؟ كان برضك معروفين 3 اللي بينزلوا ووقت التغييرات هم حد. فكل طبعا كله طلع ايه سمى مستر ميتشو، تمام، قال لك ده لا راجل عبقري وكورته حلوه وقفل على فرق من اقوى الفرق في الدوري بيراميدز، ويكسبها بنتيجه 3-0، نتيجه كبيره بالنسبه لها. فانت كله تفائل خير ان المدرب ده لا يعني لا يقر. تمام. ايه بقى اللي حصل؟ في حاجة بقى، انت تدني المستوى ده طبعا اكيد وراه بالظبط. وبص، مش عيب علامات. انك تخسر من النادي الاهلي، تمام، انتوا الانديه كبار، عادي ان انت تخسر من الاهلي، انت كسبته وخدت منه كاس مصر، هو كسبك تمام، في يعني في السوبر فوز عادي، متبادل بس مش متبادل. هي دي اللي تاثر عليك نفسيا توقعك ايه بعد كده. عشان كده تمام. كنت بقول لحضرتك بعد كده ايه، مباراه الاهلي والزمالك دايما بص للي هيحدث بعديها، سيبك من المباراه نفسها انتهت، بس ايه اللي هيحدث بعديها، هتاثر على مين، فهمتني؟ وهي دي المفروض الفريق الكبير انها ما تاثرش بخساره مباراه ايا كانت، لو حتى لو الديربي بتاعي. تمام. بس طيب نطلع بس سريعا كده نستعرض مباراة الناشئين لقطاعي نادي مدينة نصر ونادي المصنع الحربي، وريد لو في صور نعرضوها برضه. إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى مباراة نادي مدينة نصر مواليد 2000 ونادي المقاولون العرب لصدارة مجموعة القاهرة. طبعا نادي مدينة نصر بيدربه الكابتن محمود حنفي مديرا فنيا، والكابتن أحمد عاشور مدربا عاما، والكابتن محمد حسن مدربا. وطبعا ده لاعبي نادي مدينة نصر، طبعا ده ملعب نادي مدينة نصر اللي هيقام عليه المباريات دوت حراس المرمى. لا، الصورة اللي قبلها بقى عشان ده المصنع الحربي هنتكلموا عليه برضه. دوت حراس مرمى صراحة تم تصعيد بوسكا حارس المرمى ابو تشيرت لبني او ازرق للفريق الاول، هو واللاعب يوسف عبد العزيز يوسف، حارس مرمى جيد جدا طبعا للفريق الاول. هذين اللاعبين او الحارسين تم تصعيدهم للفريق الاول، عبد العزيز يوسف مواليد 99 واحمد عبد التواب الشهير ببوسكا مواليد 2000، مواليد 2000 تم تصعيده ايضا للفريق الاول، وذلك مستواهم الجيد والمرتفع من خلال تدريب الكابتن مصطفى جابر والكابتن حاتم الجندي مدربين حراس المرمى بالنادي. طبعا غدا ان شاء الله باذن الله ما ننساش مباراه المقاولون العرب، ستقام في الملعب الرئيسي بنادي مدينة نصر في تمام الساعة 3:45 إن شاء الله تعالى على صدارة قمة مجموعة القاهرة. وطبعا المقاولون قلعة كبيرة ونادي جيد، والقطاع بتاع نادي مدينة نصر لسه مستحدث، ما بلغوش فترة زمنية 3 أشهر، ولكن إن شاء الله قادرين أبناء مدينة نصر تخطي هذه العقبة. طبعا هذا الحارس الجيد حارس ممتاز جدا، حارس مواليد 99 عبد العزيز يوسف عبد العزيز، حارس مرمى جيد جدا، حارس مواليد 99، يعني هو السبب الرئيسي في تصدر فريق 99 مجموعة القاهرة او احتلاله المركز الثاني بعد تعادله اول امس مع فريق نشأة العمال بتعادل سلبي بدون اهداف. يعني حارس جيد جدا. الصورة اللي ورا عشان دي صورتي. طيب طبعا ده فريق مواليد 2003، فريق جيد جدا بقيادة الكابتن رؤوف أحمد علي، وطبعا فاز في المباراة الأخيرة على نادي المجموعات العلمية بهدف نظيف، وطبعا يحتل المركز الثاني في مجموعة القاهرة. ده مباراة أقيمت الأمس بين نادي فاروس السكندري ونادي المصنع الحربي، وتمكن نادي المصنع الحربي مواليد 99 من اكتساح نادي فاروس ب4 أهداف، وطبعا تم انسحاب فريق فاروس. المباراة كانت تقام على ملعبه، طبعا انسحبوا بعد الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني،
طبعا خوفا من هزيمة ثقيلة أو كثرة الأهداف. طبعا هو ده تفسير انسحاب الفريق أمام نادي المصنع الحربي. طبعا انتوا عارفين شركة سكور هي الراعية نادي فاروس، ولكن مش عارفين نفسر سبب الانسحاب الرئيسي ايه ومتدني مستوى القطاع. طبعا دول براعم نادي مدينة نصر مواليد 2010، طبعا لاعبين جيدين لسه اول بطولة مشاركين فيها وتقام بملعب النادي الاهلي. ده فريق ال 99 اللي فاز على نادي فارس بنتيجة كبيرة اول امس، بيدربه طبعا الكابتن، هات لنا الصوره عشان نقول حق المدربين، الكابتن محروس فليفل المدير الفني لفريق 99. وبرضه نبارك له على الهوا، تم تعيينه مديرا فنيا لاحد فرق القسم الثالث بمحافظه كفر الشيخ نادي مطوبس، وطبعا مدرب مجتهد ومدرب جيد جدا، وبنبارك له للمره الثانيه. ومعاه الكابتن علي عرفه والكابتن ايهاب التهامي واللاعبين، وتم تصعيد اكثر من لاعب مواليد 2001 لهذا الفريق، امثال علي محمود ومحمد حسن، يعني لعيبه جيده ولعيبه مميزه، وماشيين اول منطقه الاسكندريه هذا الفريق بقياده الكابتن محروس فيليفي. طبعا الكابتن صابر محمود نائب رئيس قطاع نادي المصنع الحربي من الجنود، يعني صراحه الراجل مكوك، الجند المجهول زي ما بيقولوا، نظام في قطاع الناشئين بنادي المصنع الحربي، النتائج جيده ومبهره، لان طبعا هذا القطاع مستحدث هذا العام. وطبعا جنبه الكابتن جمال على شمال او ايسر الشاشه، كابتن جمال عبد الحليم شلبي المدير الاداري بنادي المصنع الحربي. وطبعا الراجل يعني مجهوده وافر في جميع المباريات، متواجد ما فيش اي مشاكل، طبعا عامل حاله معنويه ما بين الجهاز الفني واللاعبين وحاله جيده. على طول كده طيب هناخد معانا الكابتن وجدي عليوه مراسلنا او مراسل البرنامج من محافظه الشرقيه، وبعض نتائج مباريات القسم الثالث بمحافظه الشرقيه وضواحيها. اهلا وسهلا كابتن وجدي. اهلا بيك كابتن احمد، تحياتي ليك ولمشاهدينك الكرام ولضيفك الكريم. قبل ما نخوض في نتائج القسم الثاني وقيمه اليوم مجموعه الصعيد، هنقول نتائجها والقسم الثالث. تمام. في مباريات في مجموعه الدقهليه ومباريات مؤجله في مجموعه الشرقيه. طب نبدا بمباريات نتائج مباريات القسم الثاني. تمام، بس عاوزين نلف خبر بس انديه القسم الرابع اللي بيستعدوا من اربع شهور او خمس شهور يا كابتن، منهم نادي مدينه نصر اللي حضرتك متواجد فيه. يمكن اليوم تداول اخبار ان اللجنه الخماسيه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم يعني قرروا بعد استبعاد 20 نادي جديد ان هم الفيفا رفض اوراقهم للانضمام للقسم الرابع. تمام. اخيرا دوري القسم الرابع سينطلق الاسبوع القادم، ده خبر مؤكد اليوم، احنا بس بنعرف. انت حرقته بقى، كنا هنقوله ماشي. احنا بنعرف الفرق اللي هي يعني الناس ملت بصراحه اربع خمس شهور. في حاله ملل، واول مره تحدث طبعا الدوري القسم الرابع يتاخر بهذا الوقت الكبير. طب سريعا كده النتائج الممتاز به. نتائج الممتاز باليوم يا كابتن، مجموعه الصعيد كان في خمس مباريات، فوز المنيا على بيروت 3-1، فوز الالومنيوم على تليفونات بني سويف بهدف نظيف، فوز بني سويف المتصدر على الاعلاميين 2-1، فوز سوهاج على الفيوم بهدف نظيف، وفوز تليفونات بني سويف على شبان انا بهدف نظيف. ترتيب في ثلاث فرق كابتن احمد برصيد 13 نقطه متصدرين، البنك الاهلي وبني سويف وتليفونات بني سويف دول في الصداره. تمام. في مؤجلات في مجموعه الشرقيه اليوم، فريق الشرقيه نقل خساره مفاجاه على من فريق دقادوس احد انديه الدقهليه بهدف نظيف. يمكن دقادوس متزايل المجموعه الفوز الاول حيعود على الشرقيه اليوم، الشرقيه بيتوقف رصيده عند 8 نقاط في المركز السابع، وتمكن فريق نادي بلبيس من الفوز على ملعبه على نادي غزل شبين بهدفين نظيفين. تمام. رفع رصيده ل 10 نقاط في المركز الخامس. واخيرا كابتن احمد باذن الله المركز الاعلامي لنادي مدينه نصر متواجد غدا في مباراه المولين العرب فريق 2003 في مدينه نصر، ان شاء الله نتمنى التوفيق، موجودين انا والمصور محمد سندي مع حضرتك باذن الله في التغطيه الاعلاميه. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوه مراسلنا من محافظه الشرقيه. استاذ محمد، هل لديك اخبار جديده؟ انا عايز اتكلم بس على الجمهور. تمام. الجمهور دلوقتي بيتساءل على السوشيال ميديا،
يحاسب مين عن سوء النتائج. تمام، انا بقول لك ان سوء النتائج دي سببها رقم واحد اللاعبين، رقم اتنين المدير الفني. تمام، وقلتها قبل كده، تمام. اي مدير فني هيسمح لاي احد من الاداره يدخل ارضيه الملعب مش هينجح في نادي الزمالك، وده اللي صح كان منجح فييرا. صح، تمام. اقفل على نفسك، الشغل الفني فني والشغل الاداري يا فندم، اداري. ما حدش يخش غرفه اللاعبين، فاهمني؟ ما ينفعش. ممكن ادخل لو انا جاي ببارك لعيبه على فوز ماتش مهم زي ما قلت لك، تمام، ارفع من معنوياتهم بالظبط كده، انما لو اللاعب نفسه ما حسش ان شخصيتك قويه من الناحيه دي، صدقني ما حدش هينجح داخل نادي الزمالك. تمام، لازم تقفل على فرقتك، ولازم تحسن اللعيبه اللي معاك ان انت شخصيه قويه جدا، انت رئيس جمهوريه المنظومه داخل النادي في الكوره. ما حدش، لو اللعيبه خدت عندك الفكره دي صدقني لعيبه الزمالك مش ناقصه غير كده، تحس ان ليقودها شخصيه قويه. تمام، بس وفي نفس الوقت تعرف تجيب لهم حقوقهم، وده اللي كان بيعمله فييرا، فاهمني؟ قافل على نفسه، ما فيش حاجه اسمها مدير كوره، هو مدير اللعبه كلها والمنظومه، عارف هو بيجيب مين وبيمشي مين، مفيش حد يقدر يفرض عليه لاعب ولا يفرض عليه حد، هو اللي كان بيختار مين يجي وهو اللي كان بيقول مين يمشي. تمام، فييرا ما كانش غرفه الملابس دي يدخلها اي حد من مجلس الاداره غير لو انت هتبارك على بطوله ارفع او اي من حاجه، معنويات اللاعبين، احسهم على الفوز قلنا قبل كده بكلمتين طبعا. ورئيس النادي مشروع مصطفى منصور، من يعني من فضلك انت خليك بعيد عن فريق الكوره، فهمني؟ تمام، هو بيتدخل لحل اي ازمه فقط، انما احنا عايزينك ايه، اللاعب مش عايزه، لكن ده تدخلات فنيه، لا اللاعب مش عايزه يرفع في التليفون هذا اكلم لا انا عايزه قبل ما يوصل لرئيس النادي دي عنده كذا سلمه، فاهمني؟ ما ينفعش ارفع سماعة رئيس النادي اقول له انا عندي مشكله كذا كذا مدير كذا الكوره طبعا اللي ويتعدى وفي مشرف عام على الكوره طبعا، كل ديت طبعا معروفه في نادي الزمالك بالظبط طبعا. نادي الزمالك نادي كيان، هو عندهم مشرف كوره محترم، امير راجل محترم بالصراحه ومحتويهم شويه، ولكن في لعيبه زي ما قلت لحضرتك بتتمرد دلوقتي، في لعيبه مش حاسه بالمسؤوليه، لعيبه مش عارفه ان وراها جمهور ساندها في يوم من الايام. تمام، ولكن برضو زي ما قلت لك لازم الروشتة ان يتم اللي بقول لحضرتك عليه ده، لجنه فنيه تحاسب الاداره، تتعامل مع الاداره وتحاسب الجميع داخل منظومه الكوره. ابدا دلوقتي خلاص، انسى بقى المباراه القادمه، بس انا بعد كده هعمل ايه؟ الاستعداد. بالظبط، انا دلوقتي عندي مباراه مهمه في اولى دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، هعمل ايه يوم السبت؟ تمام، هعمل ايه؟ بالمناسبه هي المباراه في الثالثه عصر. تمام، فانا دلوقتي حضرتك بعد المباراه عندي بيراميدز في الدوري، هعمل ايه؟ هل النتيجه دي هتاثر عليا هتخليني اشيل نتائج ثانيه ولا هعمل ايه على مستوى اللاعبين في وقتها؟ الجدد. فاهمني؟ طبعا يعني كان معاه وقت، كان في فتره توقف يعني، ما هو ده اللي هي ده اللي هو ايه، انه يعالج الاخطاء، يقف على مستوى اللاعبين، ما هو ده اللي ايه زود الازمه شويه. ان انت كان عندك شهر كامل او 40 يوم وقت كافي ان انت تقف على مستوى وقت انشغال المنتخب الاولمبي، انت حضرتك كنت بتعمل فيه ايه؟ تمام، لسه جاي دلوقتي تلخبط في التشكيل برضه، ما ينفعش. لا مفيش تثبيت في التشكيل، بتلعب لي من غير ديفندرين اسين. تمام، جاب باك رايت ديفندر. نكمل طيب كابتن محمد، نكمل نتائج نادي مدينه نصر. فوز فريق مواليد 2000 اليوم على نادي عرب راشد طبعا في ملعب عرب راشد في بطوله دوري منطقه القاهره المؤهله لدوري القطاعات القاهره الكبرى. طبعا الفريق مواليد 2000 بيدربه الكابتن اشرف عبد مديرا فنيا، والكابتن محمد حسين مدربا عاما، والكابتن حاتم الجندي مدربا لحراس المرمى، ومشرف هذا الفريق الكابتن توتو، واداري الفريق النشط الكابتن سلامه الضوي. كذلك فوز فريق مواليد 2001 بنادي مدينه نصر امس على نظيره نادي عزبه النخل باربعه اهداف نظيفه، ويزحف بقوه نحو المقدمه. نتائج طيبه جدا ومبشره لهذا القطاع المستحدث. طبعا تم بناء هذا القطاع في يعني من 4 لـ3 شهور، والحمد لله رب العالمين، اللعيبه عندها استعداد جيد، واللاعبين ظهر بعض اللاعبين الجيدين، وتم تصعيد اكثر من لاعب ناشئ للفريق الاول. طبعا الفريق مواليد 2001 يدربه الكابتن حسن هاشم مديرا فنيا، والكابتن علي ابراهيم مدربا عاما، والكابتن مصطفى جابر مدربا لحراس المرمى. مشرف هذا الفريق الكابتن بوحي، واداري الفريق الكابتن سلامه الضوي.
طبعا ما زلنا في اخبار نادي الزمالك استاذ محمد مجدي. بص بقى يا فندم، اتفضل ناخد الخلاصة. ناخد الخلاصة. تمام، خالد بوطيب، حمدي النكاز، عمر السعيد، محمود حمدي الونش، شيكابالا، طب ما نصبرش على حد ده لا كده لا لا اكثر من ما انا اقول 8 لحضرتك نجم. اسلام جابر هو لسه ما لمسش الكوره، محمد حسن، تمام، دول ما ينفعوش في نادي الزمالك. ده تمام، يعني عرض رأي شخصي ولا برضه يعني والله ده بصي الرد الفعلي بتاع يعني الجمهور؟ عايز اقول لا جمهور فعلا. الجمهور. عرض محمود علاء للبيع. تمام، واهم حاجه انك تجيب لي مكانه لاعب شاب طموح عايز تمام. يقدم نفسه حاجه زي اسامه جلال من انبي. تمام، انا بقول لك بالاسماء اهو، تمام. نادي الزمالك في حاجه الى اسامه جلال، احمد ايمن منصور، عمر جابر، نبيل عماد دونجا، كاسونجو، ومهاجم اخر او احمد ايمن بن محمد باك رايت الترجي التونسي. تمام. تمام، ولو مش هيجي باك رايت اجنبي فانا افضل رجب بكار بجانب عمر جابر ومعانا حازم امام. تمام، تمام. بجد مفيش وقت للمجاملات، مفيش مفيش عاطفة، الوقت أزف فعلا، العاطفة صح. بتأثر على نتائج الفريق. مع احترامي لتاريخ شيكابالا، ولكن شيكابالا فعلا يعني لاعب هو لاعب موهوب مش ولكن هيقدر يشيلك 90 دقيقة، بجد مش هيقدر يشيلك تمام في بطولة. أوقات معينة من زمن المباراة. ما انا بقول لحضرتك انا دوري كشيكابالا ككابتن فريق ان احتوي الفريق، عندي أزمة زي كده في مباراة ممكن اقعد مع اللعيبة كل يوم مثلا، نجتمع في البيت نعرف نحل الأزمة، طب أنت عندك أزمة إيه ده فاهمني؟ لو في أزمة في المستحقات طب نحلها إزاي؟ تمام. الكلام ده، إنما بجد يعني حرام عليكم الجماهير، الجماهير مش مستحملة بجد يعني فاهمني؟ والجماهير مالهاش دعوة بأي مشاكل داخلية داخل الفريق والإدارة والكلام ده، تمام. الجماهير ما بتبصش غير للنتائج، ما تجيش تقول لي أنا عندي مستحقات فما بلعبش فبتمرد، لا الجماهير لها حق عليك. الجماهير دي ما بتاخدش فلوس، الجماهير هي اللي بتدفع فلوس. صح فاهمني؟ صح فمن يعني لو يعني دي رساله لعيبه نادي الزمالك، حسوا بالجماهير شويه، هي لان نبض، فعلا هي نبض الرياضة الجمهور. بالظبط. طبعا. وصدقني مش هتلاقي في مصر او في الوطن العربي كله جماهير زي جماهير الزمالك بامانه، مخلصه تحملت الكثير. استعبت. بالظبط، ولكن متحمل ومستمره في كده، بس ما يكونش ردك ليها ان انت برضو بتستمر في هذا النزيف من النقاط تمام. الكلام ده، يعني احنا واقفين معاك شناك وقت البطوله وقت ما بتحصل. اكيد طبعا. جماهير الزمالك الجماهير الوحيده اللي بيهمها اي شخص طالما لبس تيشيرت نادي الزمالك وبره هي اللي بتسال عليه وبتتابعه. جماهير الزمالك تختلف عن اي حد بامانه، يعني تختلف عن اي حد في التشجيع، جماهير مثقفه واعيه فاهمه هي بتشجع كوره ليه وازاي. تمام. بس هي دي اللي انا عايز اوصلها لك. طيب بنبارك طبعا تعيين الكابتن مجدي صابر المدير الفني لنادي الزعفران احد انديه القسم الثالث، طبعا تم تعيينه اليوم مديرا فنيا لنادي الزعفران احد انديه القسم الثالث بمحافظه كفر الشيخ. طبعا الكابتن مجدي صابر نجم كبير وكان ماسك فريق ناشئين بنادي غزل المحله وما زال، طبعا بنبارك له زي ما باركنا كابتن محروس في ليفل تعيينه مديرا فنيا لنادي مطوبس الرياضي، برضو كابتن مجدي صابر وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله في مسيرتهم التدريبيه. اتفضل كابتن محمد كمل. بس حضرتك زي ما قلت لحضرتك الفرصه الاخيره لميتشو المباراه القادمه السبت، ان لم يقدم اوراق اعتماده صحيح فهو ناقص تاني يوم فعلا السبت بالليل هيرحل، ده خبر برضك مؤكد خلي بالك. ده جانب كده من مجلس الإدارة تحدث في هذا الأمر وقال إن هو لو المباراة القادمة الزمالك لم يفعل نتيجة إيجابية فيها خلاص، لأن فعلا يعني الجميع مندهش 40 يوم مش هتجيلك تاني. صح، فرصة. فاهم قصدي؟ تعمل إعداد تشوف اللعيبة لسه اللي اللي أنت بنقوله. عاوزها. طبعا اللعيبة الدولية أنت هتعايزها لأنها دولية. تمام؟ تمام، بس اللي عندك أنت كنت بتعمل بيهم باقي كل ده الفريق فعلا. عشان أجي في الآخر بعد 40 يوم ألاقي حازم إمام بيلعب ديفندر، يبقى أنت بتهرج. زائد الوديات برضو معلش عشان كانت الاقي ان يعني الديفندر بتاعي اللي هو ما لعبش كوره بقاله من اول الموسم محمد حسن، لا يبقى في حاجه غلط. تمام. طيب ما فيش في حاجه تانية عن اخبار نادي الزمالك؟ في العاب جماعيه اخرى ولا خلاص لا كره لا قدم؟ زي ما قلت لك الهاند بول ماشي بشكل طيب جدا، متصدر الدوري، طب كويس. الباسكت تمام. متصدر الدوري تمام. وكاس مصر كمان تخطى دور ال 16، السله ماشيه برضو، الطائره ماشيه بصوره طيبه. طب كويس. تمام، ما فيش تأخير بجد ولا جانب غير فريق الكورة بس. إن شاء الله بإذن الله كده يبدأ نتمنى يصحح تكون الأخيرة الأوضاع يعني. تمام، وإن شاء الله بإذن الله نتيجة طيبة يوم السبت، أم لأن أنا دي أهم بطولة. لعيبة الزمالك تقيلة، ولكن يعني كمدير فني ثبات تشكيل، كإدارة استقرار إداري، الاستقرار أكيد الإداري طبعا يأتي بالاستقرار الفني فاهمني؟
اتمنى ان شاء ان الله احنا ما باذن نلعبش الله. في التشكيل الفتره اللي جايه، لان بجد يعني الجمهور مش هيستحمل. اكيد طبعا اكيد طبعا. تمام. طيب معي طبعا هاتفيا الكابتن مراجع صالح رئيس لجنه شؤون اللاعبين فرع مطروح. اهلا وسهلا كابتن مراجع. يا مرحبا كابتن احمد، الله اهلا يخليك. ضيوف حضرتك. الله يخليك كابتن، اخبارك ايه واحوال منطقه مطروح؟ تمام والله، كله تمام الحمد لله. والله الحمد لله. طبعا منطقة ناجحة بكل المقاييس، المسابقات وكذلك شؤون اللاعبين الحمد لله ما فيش أي مشاكل من تعاقدات لأندية القسم الثالث أو الثاني. طبعا عايزين نتكلموا، طبعا منطقة مطروح لازم تاخد حقها إعلاميا، لأنها طبعا مش عايز أقول مهمشة، ولكن تبقى زي المناطق الأخرى، منطقة القاهرة، منطقة الإسكندرية، المناطق الحيوية، لأن طبعا في شغل باين بالنسبة لمنطقة مطروح لكرة القدم. هل يوجد جديد أو أي سلبيات داخل المنطقة كابتن مراجع؟ طبعا أولا برحب حضرتك كابتن أحمد، وبرحب بالسادة الضيوف. الله يخليك كابتن. مع حضرتك طبعا نشكر حضرتك على استضافة منطقة مطروح بمداخلة من خلالي. والله احنا عايزينكم على الهوا هنا والله، جولنا والله كابتن مراجع. الله يبارك في حضرتك والله كابتن احمد، والله ده شرف لينا والله. الله يخليك كابتن. مع حضرتك. الله يخليك. طبعا الحمد لله يمكن منطقة مطروح يمكن زي ما انت اشرت حضرتك ان احنا ما عندنا السلبيات، يعني اللي هي اللي بتعتبر السلبيات الكبيرة. تمام. تبقى حاجات بسيطة بس، يمكن في الملاعب يمكن حضرتك توقف فترة معانا في مطروح هنا. تمام. شفت قصة الملاعب وتسكين المباريات، هي دي بس المشكلة. وتغلبتوا عليها برضو كابتن مراجع. يعني الحمد لله نسقنا ما بين مسابقات الناشئين مع برضو مسابقات المراكز مع القسم الثاني والقسم الثالث. تمام. وان شاء الله القسم الرابع باذن الله خلال الفترة القادمة باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب عايزين يعني اي حاجة نوصلوها للاتحاد المصري لكرة القدم؟ والله يمكن محافظة مطروح انت عارف يعني عدد الفرق اللي موجودة عندنا في الفرع حوالي 42 نادي. 42 نادي. مقسمين على كم ممتاز به وكم قسم ثاني؟ ثلاثة في الممتاز به. تمام. عندنا أربع أندية، سبع أندية في القسم الثالث. تمام. وباقي الأندية كلها قسم رابع. طبعا يمكن كثافة الأندية اللي موجودة في القسم الرابع عندنا، يمكن حضرتك ملم بمحافظة مطروح. أكيد طبعا. وبالموقع الجغرافي اللي هي المدن المترمية الأطراف، يعني عندي أندية من السلوم. تمام. ودي تعتبر مع الحدود الليبية يعني بعيدة عن المركز العاصمة اللي هو مرسى مطروح. تمام يا كابتن. وسيوة برضه نفس النظام حوالي 300 كيلو. ففي طبعا أماكن متفرقة دي بيبقى في مشقة أكيد للسفر وتكبد مالي كبير طبعا على الأندية. يمكن هي عملية الدعم اللي أنا الدعم. بتمنى إن القسم الرابع بالذات يبقى ليه دعم واضح، دعم يعني يكون متماشي مع الوقت الحالي والمصاريف اللي موجودة من خلال إيجارات الملاعب، من خلال الانتقالات، من خلال توفير زي مناسب للنادي. أكيد طبعا. زائد إن في أندية مطروح يمكن فضل ربنا، يمكن حضرتك ملم بالموضوع ده، إن إحنا الأندية اللي موجودة عندنا فيها لها قطاع من الناشئين برضو بمراحله السنية، طبعا بيبقى برضو مصروف أكيد طبعا جامد على الأندية. طبعا دوري القسم الرابع كابتن مراجع، طبعا احنا سمعنا ان طبعا بعد هذا الاجتماع اليوم انه ان شاء الله اتحدد الاسبوع المقبل. ان شاء الله ان شاء الله. الكلام ده اكيد فعلا؟ والله ده الكلام اللي سمعناه النهارده من خلال الاجتماع، بس حاجه رسميه ما جاتش لسه. رسميه ما جاتش لسه للفرع يعني. ان شاء الله باذن الله. الكلام اللي سمعناه يعني. كل التوفيق لمنطقه مطروح. شكرا جزيلا كابتن مراجع صالح رئيس لجنه شؤون اللاعبين بمنطقه مطروح لكره القدم. كابتن محمد قبل ما اختم معاك في حاجه هقول لك بقى على النيه اللي بتتم داخل الجهاز الفني دلوقتي لتثبيت التشكيل. تمام. استقر يعني الجهاز الفني بان يعود للتشكيل محمد عواد لحين عود الجنش. تمام. عبد الغني ومحمود علاء. عبد الله جمعه، حازم امام، طارق حامد وفرجاني، بن شرقي ومصطفى فتحي. تمام. ونجم ومصطفى محمد. على يعني يتم تثبيت هذا التشكيل وما يبداش في تلاعب جديد. التغييرات ربما تبقى اوباما وزيزو وشيكا وبامبو، من واحد ثلاثه من الاربعه دول. تمام يا كابتن محمد. فاهمني؟
طبعا نشكر ضيفي الكريم الأستاذ محمد مجدي الصحفي الرياضي بجريدة نادي الزمالك. هنطلع لتقرير مباراة الاتحاد السكندري، فريق الشباب بنادي الاتحاد السكندري والفريق الأول بنادي المصنع الحربي بقيادة الكابتن حمادة البرنس، ونعود لكم في الفقرة الأخيرة فقرة مواهب على الطريق، ومعنا هيكون معنا اللاعب محمد دياب لاعب نادي المصنع الحربي مواليد 99. الاعلامي احمد فواز، يسعدنا من ارضيه ملعب المصنع الحربي والمباراه الوديه من نادي الاتحاد السكندري والفريق الاول المصنع الحربي في المباراه الوديه، وبين الشوطين معانا نجم منتخب مصر وحارس مرمى الاتحاد السابق ومدير فني 99 لنادي الاتحاد الكابتن يوسف طاهر. اهلا بك يا كابتن. كابتن اسلام، اهلا بيك وكابتن احمد فواز وبرنامج ملعب بلدنا. عايزين بقى نعرف حضرتك رايك النهارده على مستوى الفريق المصنع الحربي ومستوى فريقك والمباراه الوديه، رايك فين؟ كابتن اسلام، هو مش جديد عن الكابتن احمد فواز، ما شاء الله اللي انا جاي من بدري هنا وشفت قطاع الناشئين شغال ما شاء الله شغله كويس تحت قيادته وقيادتك يا كابتن. ما شاء الله اللي انا شفته خلال ساعتين حاجه مبشره وحاجه يعني ما شاء الله، انا استمتعت بقطاع الناشئين جميع المراحل، ما شاء الله الفريق الاول زي الفل، في عناصر ممتازه، في لعيبه من الاتحاد موجوده 97 مع المصنع الحربي، انا شايف اداء متميز واداره هايله وفي وعي رياضي، ما شاء الله ربنا يكرمكم ان شاء الله ويكرم الكابتن احمد فواز باذن الله. هي مباراه جميله وفرقه الاتحاد فرقه شباب، فرقه محترمه يعني بجد، ماتش استفدنا بيه وقفلناه. عاوزين نعرف بس عدتك للدوري ان شاء الله. والله سعادتنا الدوري دي كانت اخر مباراه مع نادي الاتحاد قبل الدوري بتاعنا ما يبدا، ان المعلومات اللي عندنا ان خلال الايام الدوري هينزل، الجدول هينزل عشان نعرف الدوري امتى خلال الاسبوع الجاي، فدي كانت اخر مباراه وختمها موسكو يعني مع مسك مع سيد البلد الاتحاد السكندري، والماتش فعلا افادنا كتير 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 وكانت مباراه جميله، وباذن الله نعمل حاجه في الدرجه الرابعه ان شاء الله. الحمد لله كان ماتش كويس جدا، وفرقه ال 2001 الاتحاد كانت فرقه كويسه جدا، والحمد لله احنا عملنا اللي علينا وان شاء الله السنه دي هننافس على الصعود باذن الله. الجهاز الفني ما قصرش معانا بحاجه، والكابتن حماده وكابتن اسامه وقفوا معانا وكابتن محمد عيد، الجهاز الفني كله بالكامل بيدعمنا يعني الحمد لله، وان شاء الله هنعمل موسم كويس ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر حضرتك وبشكر كابتن احمد فواز، وان شاء الله باذن تعالى ده كان يعتبر التراي ماتش بتاع الدوري، فهو مع فريق كبير زي فريق الاتحاد، هو طبعا سن صغير بس طبعا ده نادي الاتحاد بشعبيته بلعبته بيختار لعيبه، طبعا زي ما حضرتك عارف احنا لعبتنا بسم الله ما شاء الله عليهم النهارده كويسين جدا 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 جدا، نفذوا المطلوب منهم على قد ما الطلب منهم نفذوا. طبعا معانا مجموعه في سن صغير جدا 2099، ومعانا برضك سن كبير، والحمد لله كلهم كانوا رجاله في الملعب. الحمد لله يعني اولا وشكرا ليك والكابتن احمد فواز على التغطيه اللي عاملينها، وكابتن حماده والجهاز طبعا على الثقه اللي عطينها لنا، والحمد لله ماتش كان كبير برضك مع نادي الاتحاد، اي نعم فريق صغير شباب بس هو كالتحام يعني وكده فرقه يعني معسكره كويس وكبدني حلو برضك، فده الحمد لله يعني خلينا بنلعب مرتاحين. كمان بقالنا فتره بنتمرن كويس، بنعمله فتره اعداد، عملنا فتره اعداد بشكل كويس كبير، وماتشاتنا بنلعب ماتشات كتير جدا يعتبر الفتره اللي فاتت ديت، يعني عشان نقدر نوقف على يعني الجهاز الفني يقدر يقف على التشكيل الاساسي، الناس تبقى واقفه على رجلها، بيبقى في تغييرات كتير عشان يبقى في زي روتيشن كده فاحنا بنحاول ان احنا نعمله اقصى مجهود عندنا، حتى اللعيبه كل واحد في الفرقه هنا والله يعني الناس بيحاولوا ان هم يعملوا اقصى مجهود عشان يوصلوا للليفل اللي هو يعني نخش بقى في الدرجه الثالثه. ده نتيجة كويسة، احنا عملنا اللي المدرب قال لنا عليه، وان شاء الله مجهزين تجهيز كويس للدوري، وان شاء الله المصنع الحربي بننافس على الصعود ان شاء الله الموسم ده، وعن لعيبة رجالة وجهاز فني عالي. ورجعنا
رجعنا لكم تاني طبعا في هذه الفقرة، فقرة مواهب على طريق. انضم إلي اللاعب الموهوب اللاعب محمد دياب عصران، أحد لاعبي مواليد 99 بفريق نادي المصنع الحربي. أهلا وسهلا محمد، أخبارك إيه؟ طبعا شفنا التقرير اللي فات، ده تقرير مباراة نادي المصنع الحربي الفريق الأول ونادي وفريق الشباب بنادي الاتحاد السكندري، فريق جيد صف تاني للفريق الأول. طبعا مباراة ممتعة، مباراة جيدة أدارها تحكيميا الكابتن إيميل ماهر. طبعا لعيبة جيدين، فريق الشباب بتاع نادي الاتحاد حاجة كويسة، حاجة مفرحة. النتيجة طبعا انتهت بالتعادل السلبي. طبعا وكان معانا نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الكابتن يوسف طاهر. طبعا وكل التوفيق لنادي الاتحاد السكندري الكيان ونادي المصنع الحربي. اهلا وسهلا محمد، اخبارك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ الحمد لله، منورنا محمد. قول لي انت منين بقى محمد؟ انا من سوهاج مركز البليانه قريه البوره. ده انت خلي بالك قريب كده. ماشي محمد، قول لي بقى كده، لان انت طبعا المدير الفني الكابتن محروس بيشكر فيك، لاعب جيد، لاعب موهوب، لاعب مميز جدا، شاركت مع الفريق، ساهمت في تحقيق الفوز في 7 مباريات. طبعا دي حاجه كويسه جدا. طبعا قول لي كده، يعني بدايتك كانت ازاي؟ والله يا كابتن كانت بدايتي، يعني انا كنت البدايه بدات في نادي بن السرايات في القاهره. وبعد كده نقلني الكابتن احمد ابو الحسن كان رئيس قطاع نادي كاسكادا، اتفرج عليا مباراه وكده. تمام. فيعني هو اعجب بيا يعني. فبعد كده انتقلت من بن السرايات الى كاسكادا، وبعد كده راح طبعا كان شايفني الكابتن اسلام طايل. تمام. هو السبب يعني بوجود يعني في نادي المصنع يعني الحربي. انت كنت بدات بين السرايات وبعدين نادي كاسكادا وبعد كده وبعدين نادي المصنع الحربي، يعني المصنع الحربي يعني 3 سنوات في الملعب. في الملعب. تمام. طيب يا محمد قول لي كده، طموحاتك ايه في الفتره المقبله؟ والله انا يعني كابتن باصص على حاجه، يعني انا كان انا يعني اوصل الى مرحله جيده. انا يعني كفنادي المصنع شايف تطور في ادائي، والكابتن يعني محروس والكابتن علي والكابتن ايهاب كلهم يعني كباتن يعني محترمين، ومعانا يعني كمعاملنا كمعامله اخوات مش لعيبه. تمام. بس يعني في روح التعاون ما بين الاجهزه الفنيه واللاعبين. تمام. الملاعب شكلها ايه؟ الادوات، التدريب شكله ايه برضه؟ كل حاجه كويسه وماشيه يعني. الملعب تمام. كويس جدا. تمام الملعب بصراحه يعني. الملعب احنا اتفاجئنا بهذا الملعب الجيد اللي لا الملعب كويس. جيد جدا ونجل طبيعي يعني. تمام. الادوات متوفره، المدربين كل حاجه متوفره. لا كل حاجه حبيبي كل حاجه متوفره يعني. تمام الحمد لله. انت بتاخد مكافات فوز؟ ايه بقى ناخده. تمام. انا قضيت 3 مرات بس. شو ما حرجكش على الهوا. قول لي محمد، طيب ان شاء الله كده يعني عايز تبقى زي لاعب محلي شبيه مين مثلا في لعبك؟ والله يا كابتن انا يعني كملعب مهاجم يعني كطموحي ان انا اكون يعني زي عماد متعب يعني. يا مساعد الحال يا رب. نشوف زي عماد متعب كده. وعالميا بقى؟ عالميا والله يا كابتن كالواحد يعني كنفسه يعني حتى يوصل كربع يعني صلاح، يعني مش زي صلاح. مش عايز حتى النص، الربع بس. والله يعني دعيت حد يعني من ربي حد يتشرف يعني انه يكون يعني زي يعني محمد صلاح او مثل محمد صلاح يعني. محمد صلاح عمل طفره في الناشئين. اكيد طبعا. مصر كلها بقت ناشئين ومصر كلها بقت بتلعب في الانديه. عسى وعلى ان ربنا يكرم من في هذه القطاعات ان نشوفوا امثال محمد صلاح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. قول لي محمد بقى، بيدينا الفضل بعد ربنا طبعا لمين بقى؟ اللي وقف معاك، اللي ساندك بكل قوة، الاستمرارية في الملاعب، لأن من أصعب حاجة للناشئ تواجهه الاستمرارية. والله يعني أحب أشكر برضو يعني والدي ووالدتي. تمام. هم يعني كانوا واقفين معايا لغاية اللحظة، وطبعا يعني الكابتن عصام محمود يعني والكابتن سالم ياسين والكابتن يعني أحمد أبو الحسن يعني وقف معايا برضو، وكل الناس دي يعني لغاية اللحظة يعني واقفين معايا ومعايا برضو على التليفون يعني وبيشجعوني يعني بصراحة يعني كابتن. طيب سريعا، مباراة نادي المصري فرع مطروح ونادي النصر للتعدين انتهت بفوز المصري مطروح
بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهم أمس. طبعا مدرب الفريق الكابتن رأفت محمود، ويساعده الكابتن إسلام حسن، ورئيس القطاع الكابتن محمود درويش. قول لي كده سريعا، أحرزت كم هدف في خلال مشوارك في الملاعب؟ في بين الصارات كنت جايب 3 أهداف، وفي كسكادا كنت جايب 4 منهم، جونين في نادي الوراق، تمام. وهنا لسه في يعني مصنع بقى ربنا ما كرمش بسبب الإصابة وكده يعني. انت حاليا مصاب فعلا، مريح بقالك اسبوع صح؟ اه ان شاء الله تقوم لنا ان بالسلامه يا شاء محمد، لان الله انت من اللعيب الجيدين ان شاء الله واللعيب المميزين، وربنا يوفقك كده ان شاء الله الله في القادم يعينك ان شاء ان الله. شاء الله بإذن طبعا ما ننساش ان شاء الله باذن الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 9 مساء، وبرنامجكم ملاعب بلدنا في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.